السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغه العربيه درسنا النهارده يا احبابي في القواعد النحويه واللي احنا كنا بنسميها قبل كده اساليب درسنا النهارده هنتعرف فيه على الاسم المثني ومعناه ايه يا ترى تيجي نسال نفسنا سؤال الاول قبل ما نبدا الدرس الصوره اللي قدامنا دي صوره ايه صورة ولد، طب الصورة الثانية دي صورة إيه؟ صورة اتنين ولد ينفع نقول كده؟ لأ إحنا بنقول عليها ولدان أو ولدين، تمام يبقى الصورة الأولانية صورة ولد واحد، الصورة الثانية صورة ولدان أو ولدين، ما ينفعش نقول عليه اتنين ولد، تمام يلا مع بعض, بعض نشوف الصورة اللي بعد كده، دي صورة إيه؟ فتاة. تمام طب والصورة دي ها ينفع برضو اقول عليها اتنين فتاة لا هنقول عليها ايه فتاتان او فتاتين خلاص يبقى احنا كده مع بعض اتعرفنا الصورة الاولى مع بعض صورة ولد واللي تحتيها صورة فتاة صورة حاجة واحدة بس اما الصورة التانية هي صورة ايه ولدان واللي تحتها فتاتان او فتاتين تمام يبقى احنا كده عرفنا مع بعض ان الصورة الاولى بتعبر عن حاجة واحدة بس مفردة والصورة التانية بتعبر على ايه بتعبر على مثنى وهو ده مع بعض اللي هنتعرف عليه النهاردة الاسم المثنى ايه هو ترى الاسم المثنى هنعرف مع بعض يعني ايه اسم مثنى دلوقتي الاسم المثنى يا احبابي هو هو كل اسم يدل على اثنين او اثنتين واخر كل اسم الف ونون او ياء ونون وتكون زياده على المفرد ناخد بالنا ان هو اسم وبيدل على حاجتين حاجتين مذكر او مؤنث واحنا بنزيد في نهايه الكلمه الاسم ده ايه الف ونون او ياء ونون تيجي نشوف امثله مع بعض عندنا هنا ايه التلميذان ناجحان دي بتعبر عن ايه تعبر عن اثنين تلميذان اهم وناجحان زودنا الالف والنون على الاسم المفرد فاصبحت ايه مثنى المثال اللي بعد كده المعلمتان نشيطتان هنا عندنا ايه مش معلمه واحده لا اثنين عملنا ايه هنا عندنا اسم ضايفين له الف ونون في النهايه تمام رايت معل... معلمين مجدين في عندنا هنا معلمين مجدين خلاص زودنا ياء ونون في النهاية هنعرف بعد كده امتى بنحط الالف والنون والياء والنون احنا المهم عندنا ان احنا نعرف ايه ان الاسم المثنى هو كل اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على مفردة تمام وطبعا احنا عارفين كلنا الاغنية بتاعتنا اللي بتقول ايه المثنى يعني اثنين آخر الكلمة يزيد حرفين ممكن يكونوا ألف ونون أو يكونوا ياء ونون، خلاص؟ هنعرف إمتى بقى بنحط الألف والنون وإمتى بنحط الياء والنون قدام شوية في المنهج مش دلوقتي، يلا بقى بينا نشوف شوية ملاحظات مهمة ناخد بالنا منها، إيه هي؟ أول حاجة إن في كلمات بتنتهي بألف ونون. وواو ونو او ياء لكنها لا تدل على مثنى زي ايه الطيران الميدان الخالقين العرين طب انا اعرف ازاي بقى ان هي مش مثنى احنا كده هنتلخبط لا 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 مش هنتلخبط ولا حاجه احنا هنستخدم حاجه بسيطه عشان نكتشف ان الكلمه مثنى ولا لا لو كانت منتهيه بالف ونون او ياء ونون هنحذف الالف والنون او الياء والنون فاذا كانت زياده على المفرد ولما حذفناهم الكلمه معناها كلمه مفرده يبقى كانت فعلا بتدل على المثنى اما غير ذلك فليست مثنى طب تيجي كده نعمل تجربه في كلمه كلمه الميدان لو حذفنا منها الالف والنون تصبح الميد في حاجه اسمها الميد لا هي كده بلا معنى وما تدلش على اثنين وكلمة الميدان أصلا ما تدلش على اثنين كلمة الميدان تدل على مكان واسع كده في وسط ايه في وسط الطريق مكان واحد بس خلاص يبقى الكلمة دي ليست ايه ليست مسمى طب تعالى عندنا ملحوظة مهمة جدا جدا تانية في كلمات اسمها ايه اسمها افعال مش احنا عارفين ان في اسم وفعل وحرف طب احنا عندنا الفعل يا والفعل يكتبان نقدر نقول عليهم ان هم مثنى طب ما هم بينتهوا بألف ونون يا ميس لا 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 عندنا الافعال لا تسن ولا تجمع خلاص تمام يبقى الافعال عندنا مش ضمن الايه القاعده احنا قايلين في اول القاعده ان احنا بنتكلم عن ايه الاسم المثنى بنتكلم عن الاسم المثنى يبقى احنا عندنا هنا كده ايه دي افعال يبقى هي خارج الموضوع خالص، ماشي؟ ونلاحظ كمان إن النون في الإسم المثنى دائمًا مكسورة، خلاص؟ وبكده إحنا نكون اتعرفنا على الإسم المثنى والقاعدة بتاعته، يلا بينا بقى ناخد تدريب، هيقول لك هات المثنى من الأسماء التالية: طفل، حائط، وردة، بنت، ولد، صورة. طفلة هتبقى ايه ها طفلون او طفلين برافو عليكم حائط هتبقى ايه ها حائطان او حائطين تمام وردة وردتين او وردتين تمام بنت ها بنتين او بنتين ولد ولدان او ولدين صورة صورتين او صورتين وخلينا ملاحظين هنا ان التاء المربوطه في نهايه كلمه ورده وصوره فتحناها لان التاء المربوطه مش بتحب ايه حاجه تيجي بعديها فمجرد ما بيجي حاجه بعديها بنفتحها على طول برافو عليكم يا احبابي أحسنتم بكده نكون انهينا درس المثنى وتعرفنا عليه هنتعرف بعد كده على امتى بنستخدم الالف والنون وامتى بنستخدم الياء والنون في المحور التالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته